يا صباح الخيرات والنعيم، أنا معاكم دكتورة هاني مخاطر، أنا أستاذة الصيدليات في كلية الطب البيطري جامعة بنها. هنبدأ بأوردر ديبترا. أوردر ديبترا يعني الحشرات اللي ليها جناحين. هنبدأ في السب أوردر سايكلورافا أو الذباب. السايكلورافا اللايف سايكل بتاعتها الدبابة العادية درستوها قبل كده. آدي الفيميل بتحط الإيجز، لاينج إيجز، بتحط الإيجز بتاعتها غالبا على الدبابة، مثلا على الفيسيز أو على التراش. بعد كده بيحصل لها هاتشنج، تطلع لارفا 1 2 3 لارفا ستيجز بس. بعد كده بتتحول إلى بيوبا، بعد كده الأدلت ستيج. خدنا الكلام ده في المقدمة. طب هي ليه اسمها سايكلورافا؟ اسمها سايكلورافا لان البيوبا دي يبقى معاها بيوبي اهي، يبقى جواها الجنين بتاع الدبانة بيبقى بالمنظر كده. بعد كده لما بتيجي تخرج بيحصل فتحة من فوق هنا، ده اسمه التايلينيوم. الجزء ده بينتفخ، بيعمل زي البالونة كده، يروح ضاغط على الفتحة اللي هي اللي فوق دي فتفتح عن طريق سيركل، فعشان كده اسمها سايكلورافا. خلاص اهي، ادي الدبانه البيبي خارجه. طيب احنا هنبدا في الفيلث فلايز او الجانج فلايز، في فاميلي ماسيدي او ماسيد فلايز اللي هو الذباب اللي بيتكاثر على الروث او الجانج او المنور. ما اسموش منيور يا جماعه، اسمه منور. فالحشرات الذباب اللي بيتكاثر في المنور اللي كلارفال ستيجز يعني. في منه نوعين، البايتنج والنون بايتنج. يعني في دبان بيمص دم وفي دبان نون بايتنج يعني ما بيمصش دم. فاحنا هنبدا في الفاميلي ماسيدي اول حاجه بالنون بايتنج ماسيد فلايز. اول واحده الماسكا اللي هو الجينس ماسكا، ماسكا دوموستيكا، ماسكا بيسينا، ماسكا سوربنس، ماسكا كرازي روسترس، ماسكا اوتومانس. ست انواع من الفلاس. هنبدا بالماسكا دوموستيكا اللي هي الكومون هاوس فلاي. طبعا كلنا عارفين الدبانه المنزليه العاديه بتاعتنا، يا اما بتيجي تبيض على التراش او الجاربج او على الروش الفيسيز. طيب بس الاول يا الدبانه دي بتاكل ازاي؟ احنا قلنا ان هي نون بايتنج، يعني كل الحشرات اللي فاتت دي نون بايتنج ما بتمصش دم. ازاي بقى بتاكل؟ والماوث بارتس بتاعتها بيكون سبونجينج. الماوث بارتس بتاع النون بايتنج فلايز بيكون سبونجينج زي السفنجه. طب هي السفنجه هتاكل ازاي؟ او هتاكل، هتيجي السندوتش بتاعك هتاكل ازاي يعني؟ فاللي هي بتعمل، نفكر شويه، ها؟ بتهضم الاكل قبل ما تاكله، اسمه بري دايجيشن. بري دايجيشن انها بتعمل ريجريتيشن للفود عن طريق حاجه اسمها فوميت دروب. اهي ادي الفوميت دروب، يعني هي بتيجي تتقيأ على الاكل اللي احنا بناكله او الحيوانات بتاكله بالفوميت دروب دي. فيها انزيمز عشان تعمل دايجيشن او بري دايجيشن للفود، يعمل له ليكويفيكيشن للجزء الصغير اللي هي هتاكله، وبعد كده لما هو يبقى ليكويد هي تقدر تعمل له سكينج، لان الماوث بارس بتاعها ادابتد فور سكينج. 3 اللي هي دي اللي هي بعد ما بيحصل لها فولي ماتوريشن، الفولي ماتور لارفا 3 هي بتنشف، يعني بتبتدي تنكمش جوه نفسها كده، و الكيوتيكل بتاعها بيحصل له هاردنينج، بينشف وبيغمق مع الوقت. بس عشان يحصل ده هي اساسا عايشه في مكان ويت، سواء فيسيز او تراش، مكان يكون ويت فيه هيوميديتي عاليه. فهي عشان تنشف ويحصل لها دراين، يا اما بتطلع فوق على السطح، يا اما بتيجي على الهاوس فلاي. المشكله طبعا في الترانسميشن اوف ديزيزز، يعني هي بتنقل الباثوجنز يا اما ميكانيكالي اور بيولوجيكالي، واحنا شرحنا الكلام ده في المقدمه. فميكانيكال ترانسميشن انه ان الباثوجن دو نوت اندرجو اني ديفلوبمنتال تشينجز. زي ما هي، زي ما شالتها من هنا حطيتها هنا، سواء شالتها على جسمها من بره ده اكسترنالي
يعني عن طريق الفيت، عن طريق البادي هير، عن طريق البروبوزز. قلنا في المقدمة البروبوزز يعني ايه يا شباب؟ ها البروبوزز هو الماوث بارتس، مش بارت واحد، ده اكتر من بارت، عشان كده اسمها ماوث بارتس. او ان هي هتنقلها انترنالي، داخليا اكلتها وزي ما دخلتها خرجتها تاني عن طريق الفيزيس. خلاص unchanged، ما تغيرتش الستيج ولا زاد العدد ولا اي حاجه، شالت واحده نزلت واحده بس، شالتها من مكان ولما طارت وراحت مكان اخر عملت لها dispersal لقيتها في مكان اخر. الميكانيكال ترانسميشن تخيلوا هي الدبانه ممكن تنقل ايه؟ هتنقل اي حاجه انتريك، يعني اي حاجه درستوها معانا في الطفيليات انتريك في الترم الاول، الجدان مثلا الهلمس اكس هتنقلها، هتنقل برضو البروتوزوا تاخدوها معانا في الترم الثاني زي الانتاميبا، الجارديا، البلانتيديوم، كل الحاجات دي بتنقلها. مش بس كده، اي حاجه درستوها في البكتيريا في البكتيريولوجي درستوا اي حاجه تكون انتريك يبقى الدبانه ممكن تنقلها ميكانيكالي عادي. الفيرولوجي برضو اي حاجه تتنقل انتريك. بالنسبه للهاوس فلاي او الماسكا ديموستيكا مش هنحفظ بالظبط ايه هي بتنقل ايه، لكن ممكن احنا من خلال خبراتنا ودراستنا للميكروبيولوجي الميكولوجي الطفيليات بتاعتنا الباراسيتولوجي يعني نقدر نجاوب على هذا السؤال. واهم حاجه في علم الحشرات في الحاجات اللي احنا بنشرحها في الترم الثاني انه لازم تعرفي كويس قوي اللايف سايكل والفيدنج هابتس بتاعه الحشره والظروف اللي هي عايشه فيها، بالاضافه الى اهميتها، اهميتها بتنقل ايه او بتسبب مشاكل صحيه ازاي. اوكي بتنقل ايه بيولوجيكالي بقى؟ بيولوجيكالي يعني بيبقى في سايكل جوه الحشره جوه الدبانه، يعني بتشتغل كانترميديت هوست. خدنا في الترم الاول الاستومك نيماتودز اوف هورس اللي هي الهابرونيما ماسكا والهابرونيما ميجاستوما، وخدنا كمان السيستودز اوف بولتري زي رياتينا سبيسيز والكوانوتينيا سبيسيز. طيب النوع الثاني من الماسكا الدبان اسمها ماسكا اوتومناليز، ماسكا اوتومناليز او اسمها الفيس فلاي، فيس فلاي من اسمها يبقى هتبقى موجوده فين على الحيوان؟ على الفيس. في انهي مكان على الفيس؟ لان هي حابه تتغذى طبعا، هي مش واقفه بس، هي واقفه بتاكل، فبتاكل من الاكسكريشن، السكريشن اللي هو بيبقى عند العين او عند النوستريل او عند الماوث. فادي عشان كده اسمها الفيس فلاي، فيس فلاي. ودي قلنا نون بايتنج، نون بايتنج دي بتحب قوي الكادل والهورسز وتتغذى زي ما قلت على السكريشن بتاعت الفيشيال اورفيسيز حوالين الايز الماوث والنوسترلز. الادلت فلايز دي ممكن تتغذى على البلاد لو في قبلها حشره قويه بتمص الدم وعمل جرح في الحيوان زي الهورس فلاي او زي اي من الحشرات الثانيه، فهي بتبقى شويه دم ممكن تيجي تاكلهم، لكن هي مش بتمص الدم، هي مش بتمص الدم، لكن لو في دم طالع اوريدي على الجلد اوكي ممكن ايه ممكن تتغذى عليه. هي كمان بتحب قوي السن شاين، بتحب الشمس، بتحب الحيوان اللي واقف في الشمس، ما بتحبش الفيس فلاي دي بتحط الايجز بتاعتها اللي بيميزها انها بتحطها على الفريش كاتل مانور. لازم يكون المانور او الراوث بتاعها ده يكون فريش، لو هو قديم ما بتحطش عليه. طب فريش يعني ايه؟ يعني في خلال ربع ساعة من نزوله. طيب ف البيو بي بتاعتها بيبقى لونها وايتش ان كلر، وكمان السمر جنريشن بيحتاج الى 2 ويكس يعني اطول شويه من الدبانه العاديه اللي هي الهاوس فلاي. الامبورتنس بتاعتها بيبقى ان هي اسمها فيس فلاي يعني موجوده على الفيس، فنتخيل كده ايه اللي هتسببه؟
للحيوان، اول حاجه انها هتاذيه من عدده، عددها لو عددها كبير طبعا على وشه وعلى عينيه وكده، هيقعد كل شويه يحرك راسه يمين يحرك راسه شمال عشان يهشها، صح؟ انت لو جت بتبان على عينك مثلا او على وشك هتعمل ايه؟ هتحرك راسك كده، هتحرك ايدك كده، هو مش عارف يحرك ايده بس يعرف يحرك ايه؟ راسه. فبتبقى annoyance. طبعا الحيوان ده مش هيعرف ياكل كويس، بمعنى انه ما اكلش كويس، اذا ده reflected على الويت بتاعه وعلى الميلك برودكشن بتاعه، صح؟ ده غير انها بتنقل امراض، بتنقل امراض. نتخيل ايه الامراض اللي ممكن تنقلها حشره واقفه على الفيس. هنعمل بوز للفيديو ونفكر. عندنا العين، عندنا النوستريل، عندنا الماوث بارتس، الماوث بتاع الحيوان. نفكر كده وبعدين ننقل على السلايد اللي بعده. هي بما ان هي واقفه على العين فطبعا هتنقل الاي ورم، درستوها في الترم الاول، اللي اسمها الثلازيا. الثلازيا سبيسيز ده نوع من النيماتودز، بتنقلها في الكادل في الهورس. وبرده بتشتغل كانترميديت هوست للبارافيلاريا بوفيكولا، وكمان حاجه ثانيه خاصه بالعين اللي هي البينك اي، اللي هي الانفكشس بوفاين كيراتو كونجنكتيفايتس اللي بتسببها البروتزيلا بوفيز ان كارل. وده منطقي جدا بما ان هي واقفه على العين فهتنقل حاجات خاصه. طيب النوع الثاني من الذباب النون بايتنج اللي ما بيمصش دم اسمها ماسكينا ستابيولانس. ماسكينا ستابيولانس واسمها فولس ستيبل فلاي، لان الستيبل فلاي اللي هي الستوموكسيس كالسيترونز، انما دي فولس ستيبل فلاي لانها بتشبه شويه الستيبل فلاي، ولكن الماوث بارتس بتاعتها بتبقى سبونجينج، والوينجز بتاعتها بتبقى شبه الستوموكسيس او اللي هي الستيبل فلاي. يعني هي بتجمع ما بين الاثنين، ما بين البايتنج والنون بايتنج في الشكل يعني. بتجمع النون بايتنج ان الماوث بارتس بتاعها سبونجينج زي ما قلنا، وكمان هي بتبقى اكبر قليلا من الدبانه. السايز بتاع الهاوس فلاي هو ده الستاندرد سايز بتاعنا، لكن هنقدر نقول بعد كده ان في لارجر ذان ماسكا ولا سمولر ذان ماسكا. اوكي، فهنا الماسكينه دي بتبقى سلايتلي لارجر ذان ماسكا. الامبورتنس بتاعتها ان هي بتنقل الامراض ميكانيكالي زي الهاوس فلاي، وبرده ان هي بتبقى موجوده على الروتين فودز، وممكن بتيجي على الاكل وتبيض عليه واحنا بعد كده ناكل الاكل، فبيعمل انستاينال مايايسيس او اكسيدنتال مايايسيس. الاثنين دولت، كلمه مايايسيس هناخدها بالتفصيل في فيديوهات اخرى عليها كلام كتير وده جزء مهم. طيب الجينس اللي بعده من النون بايتنج فلايز هي الفانيا سبيسيز، في منها الفانيا كانيكولاريس اللي هي الليزر هاوس فلاي، من اسمها هو يعني دبانه صغيره. الامبورتنس بتاعتها بتعمل اكسيدنتال مايسيس وتسبب انستاينال ويورو جينيتال مايسيس. خلي بس كلمه مايسيس دلوقتي هنشوفها في الفيديو اللي جاي. كلمة فانيا ساكيولاريس ده النوع اللي بعد كده اللي هو اللاترين فلاي اللي هي بتبقى في الحمامات، برضو بتسبب اكسيدنتال مايسيس ويورو مايسيس. خلاص، يبقى الفيل فلايز او الداين فلايز تجميع اللي احنا شرحناه قبل كده، قلنا النون بايتنج ماسكيد فلايز هما سته، ماسكا دوموستيكا، سوربنس هي برضو البزار فلاي، الماسكا اوتوناليس اللي هي الفيس فلاي، ماسكينا ستابيولنس ستيبل فورس ستيبل فلاي، فانيا كانيكولاريس اللي هي الليزر هاوس فلاي، والفانيا ساكيولاريس اللي هي اللاترين فلاي. دولت نون بايتنج، دول ما بيمصوش دم، ما بيمصوش. طيب ندخل بقى على البايتنج، الدبان اللي بيمص دم، دول ثلاثة بس. النون بايتنج كانوا ستة لكن البايتنج كانوا ثلاثة. أول واحدة الماسكا كرازيروسترس اللي هي الإنديان كادل فلاي، ستوكسيس كالسيترونس اللي هي الستيبل فلاي، الهيماتوبيا إيريتنس اللي هي هورن فلاي.
هي بتمص دم، بتمص دم، بيبقى عليها عندها pre-stomal teeth، بتقدر تخربش الجلد وهيطلع دم، لما يطلع الدم تقدر تمصه. طيب السموكسيس كالسيترونس ده النوع التاني، ودي حشرة برضه خطيرة ورخمة، اللي هي stable fly، وبتبقى شبه الدبانة العادية. ادي الدبانة العادية الهاوس فلاي، والماوث بارس بتاعها بيكون سبونجي، لكن هنا في الاستروموكسيس شايفين الماوث بارس بيبقى طويل ومدبب وبيبقى لونه اسود، وهو ده اللي بيخترق، بتمص بيه الدم. خلاص هتاخدوا في العملي الاختلافات في الوينج فينيشن وشكل الماوث بارس في الاستروموكسيس والماسك. طيب ايه اللي بيميز الستيبل فلاي دي؟ ان هي persistent biter، هتمص دم، هتمص دم persistent، وانربتد فيدنج، يعني مش بتغذى مره واحده زي الناموسه تيجي كده تتغذى مره واحده وتمص دمها قدام وتمشي، لا ده كل شويه عايزه تاكل، كل شويه عايزه تاكل، فمعنى انها كل شويه عايزه تاكل انها كل شويه بتخرب في الجلد، خلي بالك، وبتتغذى اكتر من مره في اليوم. وهي بتفضل الهورسز والدونكيز طبعا، انما هي بتمص دم اي حاجه حتى الهيومن عادي، وبتبقى دايما موجوده على الحيوان تحت عند الرجلين، عند البطن من تحت، يعني ما بتبقاش من فوق، بتبقى تحت. هقول لكم ليه بعد شويه. والبايت بتاعتها بتبقى very very painful، بتبقى مؤلمه جدا، وهي بتيجي على الحيوان اللي واقف لوحده، وكمان واقف في الشمس بقى، واقف في الظل جوه البيت، جوه بره البيت، يعني ما بتقولش لا، يعني مزعجه ولسعتها. الفيدنج هابتس بتاعتها diurnal feeding، كلمه diurnal كل الفلايز، كل الذباب طبعا بيبقى بينشط بالنهار، معنى ان هو active during the day، يعني diurnal. لو هي بتتغذى بالليل زي مثلا البيت باجز اللي هي الفراش، بتتغذى بالليل فاسمها nocturnal، انما هنا كل الفلايز بتبقى diurnal. بتتغذى على كل الحيوانات طبعا، زي ما قلنا بتفضل الاكواينز، بتتغذى برضو وبتبقى اكتف في الشيد، في السن، اندورز اوت دورز عادي، ما بتقولش لا. لكن هي بتفضل ايه بقى؟ هي بتفضل الساني او دور كونديشن، انما لو دي مش متوفره عادي عندها مرونه عاليه جدا. بتقعد من 2 to 5 minutes for a fly to engorge، يعني علشان تشبع بتقعد من 2 ل 5 دقائق تمص الدم، وكمان بتتغذى اكتر من مره في اليوم. زي ما قلت لكم هي بتفضل الحيوانات الرجلين، بتفضل الرجلين او منطقه منخفضه في الحيوان. ليه؟ لان الماوث بارتس بتاعتها اللي هو شايفين هو بروجيكتس فورورد، طالع لفوق، فعلشان تيجي تمص دم شيء طبيعي ان هي لو الماوث بارس ده اللي هيدخل لفوق يبقى هي راسها لتحت، فعشان كده هي بتحب المناطق المنخفضه في الحيوان، في الرجلين، في اللي هو البلي من تحت، كل المنطقه دي. طيب يعني لو ادي معانا الحيوان، لو الحشرات اللي هنلاقيها على الفيس احنا قلنا اسمها ايه؟ ماسك اوتوميالس فيس فلاي. طيب لو هي على الليجز هنا واللور ابدومين هي الستيبل فلاي ستروكسس جالسيتروس، لو موجوده على الهايند كوارتر وعلى الاذر دي اسمها ايه يا جماعه؟ الهاوس فلاي، لان هي عايزه الفيسز، ها؟ لان هي عايزه الفيسز، اتراكتد للفيسز او اتراكتد للميل. طيب اللي موجوده على الباك، على الباك من اول الهورن واخده الباك دي اسمها هورن فلاي او هيماتوبيا ريتنس او سيفونا ريتنس، ده القديم بتاعها. طيب نرجع تاني للستموكسيس كالسيترونس، اللايف سايكل بتاعتها عاديه خالص زي ما شرحناها قبل كده، ما بتحطش اكز كتير، بتحط 25 ل 50 اكز في المره، التوتال برضو 1000 زي الدبانه. ادي الستيجز، ادي لارفا، ادي البيوباريوم، ادي الماوث بارس بتاعتها اهي. عشان تكمل لايف سايكل بتاخد 30 يوم، فتره اطول شويه، وطبعا ده بيختلف على حسب الحراره. هي بتفضل الاوزو من مكان اللي هي تكاثرت فيه،
طب ايه هي ال veterinary وال medical importance بتاعتها؟ هي يعني حشرة زي دي بتمص دم على رجلين الحيوان وبتعمل قرصتها مزعجة ومؤلمة، فدي طبعا كمان attacking human، فهتبقى بتبقى incurable بجد، مؤلمة جدا، فبتأثر طبعا على السياحة، بتأثر على الحيوانات، بتأثر على الفيدنج، فبتؤدي إلى weight loss من 10 ل 15%، reduce milk production 40 to 60%، ودي نسبة عالية جدا. لما هي بتبقى البايت بتاعتها بتخرب في الجلد أو الهايد، فبتبوظ الجلد، الكواليتي بتاع الجلد اللي طالع من الحيوان بيبقى low quality، ولو عددها كبير ممكن تموت الحيوان. ولو لقينا 25 flies per day per cow، ده الايكونوميك ثريش هولد، يبقى انا لازم اكافح، اقل من 25 مش مشكله. طيب الامراض اللي بتنقلها بقى، وده مهم جدا، بتنقل اول حاجه ميكانيكال ترانسميشن للديزيزز اب تو 24 اورز، بتبقى طبعا indirect effect. بتنقل اول حاجه الفيروسز، ادي لستة الفيروسز اللي بتنقلها الستوموكسيس كالسيترونس، ودي ابديتد عن اللي عندكم بالكتاب، زي الافريكان سواين فيفر، الاكواين انفكشوس انيميا فيروس، والويست نايل فيروس، والريفت فالي فيروس، واللامب سكين ديزيز، منتشر قوي دلوقتي اللامب سكين ديزيز على فكره، البوفاين هيربز فيروس، والبوفاين ليكوزز، وده برضو عامل مشاكل في مصر، الفيزيكولار ستوماتايتس، والبلو تانج، وبدأ البلو تانج يجيلنا دلوقتي من ناحيه ليبيا. بتنقل البكتيريا ديزيزز، بتنقل اللي هو الباسيلس انثريكس، اللي هو الانثريكس، الباستريلا مالتوسيدا، ويعني تقدر تكتب واحد اثنين مش لازم تكتبهم كلهم، الراكيتسيا اللي هو البوفاين انابلازموزز، والكيو فيفر، الكيو فيفر اللي بتنقلها برضو التشيكس اللي هي القراب اللي بتسببها الكوكسيلا برنيتي، الكيو فيفر بتسببها الكوكسيلا برنيتي، ده نوع من الريكيتسيا، وبتعمل ابورشن. النوع الاخير من الذباب اللي هو البايتنج فلايز، عندنا الهيماتوبيا اريتنس او الهورن فلاي، دي حشره صغيره جدا، دي اصغر واحده، بيبقى لونها جريش ان كولر، والماوث بارتس بتاعتها بروجكت فورورد مش داونورد زي الهاوس زي الستوموكسز، لا دي بروجكت فورورد طالع لقدام، بتفضل الكادل، وبتبقى على الباك والهورن. خلاص هي ما بتطرش يعني على الحيوان، تلاقي حشره صغنطوطه عماله تتنطط على ظهر الحيوان، حشره صغيره خفيفه كده عماله بتتنطط مش بتطير، وحجمها نص حجم الاستوموبسيس يعني، وليها شورتر بروبوزز. التغذيه بتاعتها فولي انجورجت، بتاخد من 4 ل 10 دقائق، ده بحق ربنا يعني عشان تبقى انجورجت، ولكن هي بتقعد فتره اطول من 25 ل 30 دقيقه عماله تاكل، ده في المره الواحده، وكمان ان هي انترميتنت فيدر او انتربتد فيدر، فبتتغذى 20 ل 40 مره في اليوم، وده طبعا عدد كتير، كل مره عماله بتخرم جلد الحيوان، كل مره عماله بتخرم جلد الحيوان، فشيء يعني طبيعي، وكمان لازقه على الحيوان طول الليل وطول النهار، هي عليه ما بتسيبوش، هي بتسيبه بس في ثلاث حالات، يا ريت نفكر فيهم ايه هم الثلاث حالات الهورن فلاي هتسيب الهوست. اول حاجة ان هي to pass to another host، ولا to lay eggs لما على الكاتل defecates، هي بتحب بقى مش fresh manure، لا ده بتحبه extra fresh، يعني ايه extra fresh؟ يعني هو قبل ما ينزل على الارض هي بتكون مستنياه. بالنسبة للاستموكسز انا نسيت اقول لكم ان الاستموكسز بتحب الاولد مانور، وده الوحيدة اللي بتحب الاولد مانور بالذات اللي هو عليه سترو اللي هو القش، لما الحيوان بيهشها بقى بديله بتسيب الايه الحيوان. اللايف سايكل عاديه خالص زي ما ذكرنا قبل كده.
الايكونوميك امبورتنس زي ما قلنا ان هي انتربتد فيدنج، ف بتعمل قلق وانويس كتير، ده بسبب مشاكل للحيوان. عددهم لو 50 الى 100 فلاي على الحيوان يبقى ده هو الايكونوميك دامجنج ثريش هولد، فنبتدي نعالج او نعمل مكافحه للحشره. بتنقل ايه؟ بتنقل حاجه واحده اللي هي كانترميديت هوست يعني بيولوجيكالي، بتنقل ستيفانوفيلاريا ستيلثي، ده سكين انفكتنج سبيسيز اوف فيلاريا، فبتعمل جرانيولر ديرماتايتس. يبقى ادي ملخص اللايف سايكل بتاعت السايكورافن فلايز. ادي الفيميل بتبقى عايشه في الجو، بتحط الاجز على الجنب، بتتحول الى L1 L2 L3، وبعد كده البيوبا بتسيب المكان اللي هي موجوده فيه، بتروح على السويل، بعد كده الادلت بتخرج تاني وتطير الجو. وبكده نكون خلصنا الفاميلي مصيدي او الذباب. جزء جميل وممتع جدا، يا ريت نذاكره كويس علشان هنبني عليه الجزء بتاع المايوسيس اللي جاي. شكرا ليكم، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام عليكم، هانا فاطمه.